الأسعار من القرارات المهمة جدا 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 اللي بتفرق في السوق، خصوصا في السوق العقاري. يعني أنا المفروض أسعر إزاي؟ طبعا إحنا كشركات بروكر التسعير بالنسبة لنا بيكون صعب، لأن أنت ملتزم بأسعار الديفلوبر، ملتزم بالأسعار الموجودة في السوق. لكن عندك نقطة مهمة جدا، إن أنت عندك أسعار بالأمتار من أول 10,000 لحد 50,000، عندك أسعار مختلفة تقدر تشتغل عليها. طيب فأنت مهمتك مش إن أنت تسعر قد ما إن أنت تختار الأسعار المناسبة معاك، تختار الأسعار المناسبة معاك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا والله المفروض محدد إن أنا هطلع الأسعار اللي هشتغل بيها تكون في حدود ال 10,000 جنيه لكل متر. يعني أنا هشتغل على الوحدات اللي بتساوي 10,000 جنيه للمتر. طيب انا المفروض اشتغل على ده ازاي واحدد ده ازاي؟ بتحدده في الجزء بتاع العملاء اللي انت بتشتغل عليهم والاوبجكتيف بتاعت الشركه. تعالى كده نطبق جزء كده مع بعض كده بسيط. احنا دلوقتي المفروض عايزين نشتغل على البلان بتاعت الشهر، محتاجين نحدد الاسعار اللي هنشتغل عليها علشان نحدد المصاريف اللي هتدخل لنا، ونحدد البودجت بتاعتنا في الشهر، ونحدد كمان المكسب اللي رايح لنا او الارباح اللي طالعه لينا هتبقى قد ايه. طيب تعالى كده نحسب الحسبه دي اللي احنا بنشتغل عليها وبنطبقها، والكلام ده من اكزامبلز حقيقيه حصلت في الشغل بتاع الدبلومه مع الطلبه معانا، وبدأنا نطبق الكلام ده بشكل فعلي. طيب تعالى كده نشوف، انت دلوقتي عندك هتشتغل الشهر ده 2 campaigns، هتشتغل في الشهر ده 2 campaigns. حلو. طب ال 2 campaigns دي المفروض اللي انت هتشتغل عليها تحدد منها بوينت معينة، هتحدد فيها بوينت معينة. انت دلوقتي حاطط بودجت قد ايه؟ حاطط بودجت قد ايه؟ ايه البودجت اللي انت حاططها في الحساب بتاعك؟ والله انا محدد البودجت بناء على التفاصيل بتاعتي، بناء على التفاصيل بتاعت الديفلوبمنت بتاعي. يعني انا دلوقتي حاطط تفاصيل تسويق على اساس ان انا اجيب مكسب 2 يونت. يعني انا حاطط في حسابي ان كل وحده هبيعها مكسبي فيها هيكون 100,000 جنيه، وهصرف عليها 1000 دولار او سوري 1000 جنيه. تمام. انت دلوقتي عندك خلاص انا هبيع، بالنسبه لي انا متارجت ان انا هكسب في الشهر تمام 100,000. حلو. طب الشهر اللي انت هتكسب فيه 100,000 ده، الشهر اللي انت هتكسب فيه 100,000 ده حاطط بادجت كام؟ حاطط بادجت 10,000 جنيه. تمام. تعالى كده نحط، انا التارجت بتاعي ان انا تصرف 100,000 جنيه على كل كامبين، وال 100,000 جنيه بتاعت كل كامبين دي تجيب لي، سوري اصرف 10,000 جنيه على كل كامبين، وال 10,000 جنيه دي هتجيب لي 100,000 جنيه. طيب هنحدد ده ازاي؟ والله انا محتاج اشتغل على بروجكت محدده احنا حددناها، خلاص احنا درسنا السوق وفهمناه، ودرسنا الجزء بتاع الكلاينت، وفهمنا كمان الماركت رايح فين والمنافسين بتوعنا بينافسونا في ايه. طيب ففهمنا ان افريج الاسعار في السوق اللي بتتراوح ما بين 10,000 جنيه في المتر هي اللي متماشيه، وفي كام بروجكت احنا حددناهم ماشيين عليهم بشكل ستيبل ومحددينهم. طب انا دلوقتي حاطط في حسابي، حاطط في حسابي ازاي هحدد، ازاي احدد التسعير بتاعي او البودجت اللي انا هلعب عليها تمام علشان اجيب يونت. في فرق طبعا ما بين البودجت اللي انا هلعب عليها وهشتغل بيها وما بين التسعير. طيب انا المفروض هشتغل على البودجت، انا معايا بودجت ماركتنج 10,000 جنيه. طيب ال 10,000 جنيه دول التارجت بتاعي ان انا اطلع منهم كام يونت، ان انا اطلع منهم كام يونت. والله انا المفروض التارجت بتاعي ان انا اطلع منهم 50 ليد، ومعدل كل 50 ليد هيجيب لي 1 يونت، هيجيب لي 1 يونت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا المفروض معاك كامبين لازم تحدد لها محاور اساسيه، لازم تحدد لها محاور اساسيه. يبقى خلينا كده نقول ان كل كامبين، كل كامبين ركز كده معايا، كل كامبين
كل كامبين انت محدد منها اجزاء رئيسيه، محدد فيها اجزاء رئيسيه. تعالى كده، طب نحدد ايه هي الاجزاء الرئيسيه؟ لازم تحدد في الكامبين بتاعتك هتطلع منها كام يونت. مش هينفع ان انت تشتغل على كامبين وانت مش عارف انت هتطلع منها كام يونت، ولا هتطلع منها كام مصاريف تسويقيه، ولا هتطلع منها ارباح كام. والله انا عندي دلوقتي هعمل كامبين اصرف فيها المفروض 10,000، طيب الكامبين بتاعت كل، انا عايز كل 10,000 جنيه ابيع بيهم 1 يونت. حلو. طيب ال 1 يونت اللي انا المفروض اطلعها، خلاص انا الشهر ده المفروض اطلع من كل 10,000 جنيه 1 يونت. طب سعر اليونت الواحد لازم احدد اليونت هيكون سعره كام. هنا بقى بتيجي نقطة التسعير مع شغل البودجت. كده احنا داخلين في جزء ريال استيت بحت، احنا بنتكلم ماركتنج ريال استيت، فاحنا دلوقتي مش هنتكلم بقى بشكل عام على التسعير وطرق التسعير واستراتيجيات التسعير، هنتكلم في جوه الريال استيت بيمشي ازاي. طب احنا دلوقتي محددين الكامبين اللي هنشتغلها في الشهر ده، كل كامبين 10,000 جنيه، ال 10,000 جنيه 1 يونت، كل يونت المفروض يكون سعرها في حدود المليون جنيه. حلو، في حدود اليوم مليون جنيه. طيب المليون جنيه انا مستهدف ان انا هيجي لي منه، تمام، هيجي لي منه ارباح، هيجي لي من المليون جنيه دي بعد ما اشتغلها بال 10,000 جنيه هيجي لي منها ارباح 100,000 جنيه، تمام. طب ده بناء على ايه؟ بناء على البرسنتج اللي بتطلع لي. انا عرفت منين ان هم 100,000 جنيه؟ انا عارف ان انا اليونت اللي هبيعها بمليون جنيه هاخد عليها 100,000 جنيه، تمام. طيب انا دلوقتي عندي خلاص طلعت دي، ده الاوبجيكتيف بتاعت الكامبين وده التسعير، تمام. خلينا كده اكتب لك هنا كده ان ده التسعير او طرق التسعير، تمام. ادي التسعير وادي التكاليف التسويقية. التكاليف التسويقية بس. حلو، عشان هنلعب لعبة تانية تاني دلوقتي، هنخش قصة تانية، تمام. ادي التكاليف دي التسويقية، تمام. وهنا ده التسعير، ده السعر اللي انت هتبيع بيه مليون جنيه. طب انت دلوقتي عندك مستهدف ارباح، تمام، هنا ارباح. حلو، الأرباح بتاعتك كام؟ الأرباح بتاعتك 100,000 جنيه. طيب خلينا كده نشوف إزاي أرباح 100,000 جنيه. طب أنا ممكن، أنا لسه عندي مصاريف تانية، أنا لسه بطلع مصاريف تانية. تعالى كده أقول لك على نقطة كويسة جدا، أنت المبيعات هنا هنقول إن دي مبيعات مش أرباح، تمام. هنشوف هنا ارباح كام لما نطلع ايه المصاريف. انت عندك هنا الاوبجكتيف بتاعتك، تمام، كام وحدات، وحدات بيع. حلو، طيب انا دلوقتي البادجت بتاعتي 10,000 جنيه، عايز اجيب بال 10,000 جنيه دول ابيع يونت، واليونت دي تسعيرها مليون جنيه، واحقق منها مبيعات ب 100,000 جنيه. طيب المبيعات بقى تعالى هنا هنحسب منها مصاريف، تمام. تعالى كده، هذه المصاريف. حلو، طيب انت طلعت هنا المصاريف، انت عندك مصاريف كام؟ ايه المصاريف اللي انت طلعتها؟ طب انا عندي مصاريف تسويقيه ومصاريف ايه اداريه، مصاريف تسويقيه ومصاريف اداريه. طب احنا عندنا المصاريف التسويقيه، احنا هنا صارفين 10,000 جنيه في الكامبين. طيب 10,000 جنيه في الكامبين دي ما تنساش ان انت عندك مصاريف تانيه، وهي مصاريف الموظفين، مصاريف التولز اللي استخدمها، الكلام ده كله. طب يبقى انت عندك مصاريف اعلانات، عشان كده دايما بنفرق ما بين المصاريف بتاعة الاعلانات ومصاريف التسويق نفسه، اداره تسويق، تمام. وتعالى كمان هنا عندنا مصاريف تانيه، اداره الشركه، تمام. طب انت هنا عندك مصاريف اداره الشركه. طيب خلاص انت طلعت المصاريف وبتاعت اداره الشركه، وطلعت المصاريف بتاعت التسويق، وطلعت المصاريف بتاعتك. انا هحاول اكبر
أكتر، علشان لو أنت مش شايف دي شوف معايا. تمام خلاص، أنا طلعت الكلام ده خلاص. أنا دلوقتي خلاص أنا معايا 10,000 جنيه كامبين. الكامبين ده أنا بتارجت بيه التسعير اللي إحنا أصلا كنا بنتكلم عليه، مليون جنيه. طب المليون جنيه هتجيب لي مبيعات ب 100,000 جنيه لما أبيع الوحدة دي، وهطلع منها إعلانات أنا مطلع 10,000 جنيه كنت صارفهم، تمام، ومصاريف إدارة التسويق عندي 10,000 جنيه شهريا، تمام، وعندي هنا 10,000، تمام، بناخد اكزامبلز بسيطة، 10,000 جنيه مصاريف إدارية. حلو. طب أنا كموظف مش هيكون معايا الكلام ده كله، بس يكفي إن أنت تكون فاهمه وتقدر تطبقه لما تمسك تيم ماركتينج. لما تيجي تشتغل على كامبين كاملة لازم تكون عارف التفاصيل بتاعتها، لازم تكون فاهم التفاصيل عشان تعرف أنت بتطلع أرباح ولا لأ، مصاريفك مظبوطة ولا لأ. طبعا المفروض الماركتينج ليدر يشتغل على الكلام ده ويكون مفهم الناس اللي معاه، والله يا جماعة شابوه احنا حققنا أرباح بمبلغ أو بنسبة معينة وما إلى ذلك. طب تعالى كده بقى، هنا احنا بنقول أرباح بنسبة كام أو أرباح كام؟ تمام، أدي هنا كده الأرباح، تمام. طب أنت مطلع دلوقتي أرباح كام؟ أنت دلوقتي مطلع أرباح كام؟ تعالى نشوف أنت أصلا طلع لك بالمبيعات كام؟ والله أنا طلع لي 100,000 جنيه، وبعد كده بخصم أدي 10 20 30,000 جنيه، يبقى أنت طالع لك 70,000 جنيه أرباح. 70,000 أرباح، تمام. دي طريقة حساب التسعير بتاعك، تمام. أنت باخد الأسعار، الأسعار أصلا أنت مش بتسعر، أنت بيجي لك كبروكر بتسعر. طب الديفلوبر بقى أصلا بيسعر بكام؟ أو بيسعر إزاي؟ بيسعر بحساب التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة. التكاليف الثابتة زي، تعالى كده، تكاليف ثابتة زي مثلا الموظفين، الإيجارات لو هو مأجر المكان أو الممتلكات أو ال يعني الكهرباء والنور، كهرباء المية والكلام ده كله، وعنده مصاريف متغيرة على حسب كل بروجكت. والله البروجكت ده تمام متغير، عندي أراضي، بناء، عمال، عندي إنشاء، تكاليف إنشاء وما إلى ذلك، وبيبتدي يجمع التكاليف دي كلها وبيحط نسبة ربح بالنسبة له، مع هنا بقى هيحط نسبة، طبعا مع التكاليف هنا بيحط نسبة البائعين طبعا، سواء كان بروكر او سيلز دايركت من الشركة، وبعد كده بيحط نسبة ايه الارباح. حلو، دي طريقة التسعير اللي بيشتغل بيها الديفلوبر. طيب بعد ما هو حط طريقة التسعير بيجي يقول لك والله انا الوحدة بالنسبة لي عاملة مثلا مليون جنيه. حلو، ادي ايه مليون جنيه. طب المليون جنيه دي بقى بعد خلاص اتحددت بيجي هنا يقول لك والله انا الوحدة بالنسبة لي عاملة مليون جنيه. تمام، الوحدة بالنسبة لي عاملة مليون جنيه، تمام. بيجي ياخد هنا كده يقول لك ده ايه الجزء بتاع التسعير، هنا الوحدة بالنسبة له عاملة مليون جنيه، تمام. وانت خلاص حسبت انت التارجت بتاعك، هنا بقى بنحدد الجزء بتاع التارجت. انا عارف ان التارجت بتاعي هنا متحدد، التارجت بتاعي هنا متحدد، انا محدد تارجت، انا محدد تارجت بالنسبة لي، والتارجت ده بالنسبة لي خلاص هو معروف ومحسوب، وفي الاخر بطلع نسبة ايه الأرباح دي، تمام. دي نسبة إيه الأرباح دي بالنسبة لي، تمام. طيب أنا هل ينفع أحسب على إن أنا أطلع مبيعات كام؟ لا، ما ينفعش أنت تطلع على كام مبيعات، أنت لازم تحدد مصاريفك منه كام علشان تطلع نسب أرباح، وبتحدد إيه الإيرادات. طب لو أنا مثلا اشتغلت على طريقة تسعير مختلفة وقلت إن أنا هاخد الأسعار، تمام، او هنا طبعا ممكن نحدد طبعا غير سعر اليونت، انا بحدد اسعار
الوحدات بالمتر. يعني انا ممكن اشتغل على الوحدات بالمتر، والله انا المفروض ابيع وحدات او وحدتين تمام في اليونت في الكامبين دي استوديو مثلا، والاثنين استوديو هيعملوا لي مثلا 1,000,000 جنيه. حلو، ادي الاثنين استوديو هيعملوا لي 1,000,000 جنيه تمام. طب ال1,000,000 جنيه دول هيكونوا كام يونت؟ هيكونوا تمام، خلينا هنا كده عشان الارقام تكون باينه. انا كده دلوقتي بالنسبه لي قلنا ان احنا هنشتغل على 2 يونت مثلا 1,000,000 جنيه تمام. انا بالنسبه لي ال1,000,000 جنيه دي هتبقى عامله 2 يونت. حلو حلو. طب ال2 يونت دول المفروض ان هم هيطلعوا لي كام؟ 1,000,000 جنيه. حلو، المهم ان انا احط عدد وحدات بما يتناسب مع السعر بتاعي، وبناء عليه هحدد المبيعات اللي طلعوا لي تمام، وبناء عليه او النسبه بالظبط تمام. هنا خليها دي نقطه كده جنبها النسبه تمام، لان النسبه بتاعتك هي البيعه بتاعتك تمام. وبعد كده مصاريف اعلانات واداره التسويق واداره الشركه وصافي الارباح. طبعا الارقام دي متغيره تمام، لكن احنا بنحاول نوصل الدنيا بشكل قريب. دي طريقه التسعير والحساب البودجيت والاوبجكتيف اللي بتحطها. طبعا دي بتشتغلها شهريا تمام، عندك في احنا كشركات بنشتغلها يا اما شهريا كل شهر، يا اما ربع سنوي تمام كل 3 شهور، اللي هي يعني بما يعادل او يساوي كل 3 شهور تمام خلاص، او احنا بنشتغل نصف سنوي تمام، والنصف السنوي ده يساوي 6 شهور وما الى ذلك. طيب خلاص، انت امتى تحدد شهريا او ربع سنه؟ كل ما تكون قليل، كل ما يكون في عندك مرونه اقل، كل ما انت تكون اكبر كل ما يكون عندك مرونه اكتر. طب دي طرديه شويه، طب ازاي؟ والله انا ممكن احدد مثلا الشهر الاولاني تمام، تعالى كده الشهر الاولاني، وده هناخده في الجزء الجاي، والشهر التاني والشهر التالت. خلاص انا دلوقتي عندي الجزء اللي انا بشتغل عليه ده، وعارف ان انا في كل شهر احدد هنا 2 يونت، هنا 2 يونت، هنا 2 يونت، يبقى انا صافي بالنسبه لي 6 يونت اطلعها، 6 يونت اطلعها. طب هنا جيت حققت 1 يونت وهنا 3 يونت، تمام، يبقى انا حققت المرونه بتاعتي، وهنا حققت 2 يونت، يبقى انا برضه في الاخر وصلت ل 6 يونت. حاول تقسم الكامبين بتاعتك قبل ما تشتغلها. انا هشتغل كامبين، حلو، البودجت بتاعها كام؟ 10,000. حلو، ال 10,000 دول انا متارجت بينهم ان انا ابيع في ماونتن فيو. حلو، طب ماونتن فيو هل البيعه الواحده فيها هتغطيني ولا لا؟ طب ولنفترض انا متارجت، ولنفترض انا متارجت تمام استهدافي تمام الاستهداف وحدتين. حلو، طيب الاستهداف وحدتين، انا عندي الوحده هتجيب لي مثلا المفروض ثمنها مثلا 50,000. حلو، كمكسب بالنسبه لي كبروكر. حلو، 50,000. طيب ال 50,000 دول وكمان 50,000 بالنسبه لي كمكسب، يبقى انا بالنسبه لي عندي نتيجه كام؟ 100,000. حلو، طب انا بعت، انا مصاريفي، تعالى كده نشوف مصاريفي تمام، مصاريفي كام؟ انا مصاريفي 50,000. حلو، طيب جيت انا بصفي اخر الشهر، لقيت لي بعت وحده مبيعات. طب الوحده مبيعات دي بتساوي كام؟ بتساوي 50 كمكسب. حلو، طب 50 هكسب او كبرسنتج نسبتك، يبقى انت كده طالع نقطه التعادل، نقطه التعادل. فتخلي بالك بشكل كبير جدا 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 النقطة اللي أنت شغال عليها، النقطة اللي أنت بتشتغل عليها،
تخلي بالك كويس جدا 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 النقط اللي انت شغال عليها دي بالتحديدات. هل انت محدد في التسعير بتاعك عندك اسعار كتير جدا جدا وبتختارها على اساسها الوحدات؟ طب لما تيجي تعمل كامبين سياسه التسعير اللي انت اخترتها ده، لا انا في ناس بتقول والله او شركات بتقول انا هاخد البروجكت اللي عليه هياخد منه او هكسب منه او يرجع لي برسنتج منه كبير. حلو، طب ما انت لما بتاخد الكبير ده هل هتقدر تنافس عليه بشكل كويس؟ هتحط له بادجت اعلانيه كويسه؟ هتبتدي تستفيد منه بشكل كويس ولا لا؟ في ناس مثلا ممكن تشتغل بيقول لك والله انا هشتغل على الساحل بس هشتغل مثلا بروجكت مثلا زي سيلا، حلو، وبتاخد منه مبالغ بسيطه وبتصرف عليه مبالغ كبيره. وفي ناس ممكن تشتغل على بروجكت عاليه مثلا مراسي يقول لك لا هحط له بادجت كويسه واخد منه بادجت او واخد منه فلوس ايه كويسه. تمام، خلاص، حاول تظبط الطريقه بتاعت التسعير بتاعتك والكامبين بتاعتك التارجت بتاعك ونراجعها مع بعض.